اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده هنقدم لكم موبايل خرافي، موبايل حكايه، موبايل جبار من شركه شاومي، هو الشاومي 14. في الفيديو ده هتعرف كل حاجه عن الموبايل، هتعرف كل مميزاته، هتعرف كل عيوبه، هتعرف سعره، حتى محتويات العلبه بتاعته هتعرف فيها ايه. خليكم معانا لاخر الفيديو، ما تنسوناش من اللايك الجميل بتاعكم، ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنتكلم عندي هنا عن التصميم، تصميم الموبايل جاي كله من الازاز مع اطار من المعدن، وفي نسخه منه نازله بالجلد. الموبايل عندي مقاوم للمية والغبار بشهادة IP68، يعني تقدر تنزل الموبايل لحد متر ونص لمدة 30 دقيقة. تصميم الموبايل تصميم شيك قوي ومفيش أي كلام عليه. أما لو هنتكلم عندي هنا عن الشاشة، فالشاشة من نوع LTPO OLED، ودي من أفضل أنواع الشاشات. حجم الشاشة دي 6.36 بوصة، الدقة بتاعتها 2670x1200 بكسل، الجودة بتاعتها Full HD Plus، وكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة. السطوع بتاع الشاشة دي بيوصل ل 3000 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز. الشاشة دي بتدعم ال HDR 10 Plus والدولبي فيجن. الشاشة هنا كشاشة شاشة خرافية ومفيش أي تعليق عليها. أما لو هنتكلم على المعالج اللي في الموبايل ده ومن شركة كوالكوم، هو السناب دراجون الـ A Gen 3، ده معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الأدرينو 750. المعالج هنا مفيش أي كلام عليه، لأن هو المفروض دي معاك في أي حاجة مهما كانت. اما لو هنتكلم عن نظام التشغيل في الموبايل ده، فهو اندرويد 14 مبني على واجهة شاومي الجديدة الهايبر او اس. اما بقى هنا لو هنتكلم عن الكاميرات، فالكاميرا السيلفي هي كاميرا واحدة بس 32 ميجا بكسل، تدعم ال HDR وتصور معاك فيديوهات لحد 4K، وفيها مثبت الكتروني. اما لو هنتكلم عن الكاميرات الخلفية، فهما 3 كاميرات، الرئيسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.6 وفيها مثبت بصري، والتانية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.0، ودي بتاعت التليفوتو او التقريب، ودي بتعمل معاك تقريب لحد 3.2 زوم بدون خسارة اي تفاصيل، والاخيرة برضو 50 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2، ودي بتاعت الالترا وايد او التصوير الواسع. كاميرات الخلفية هنا جاية من شركة لايكا، فيها طبعا فلاش وبتصور معاك فيديوهات لحد 8K. الكاميرات الخلفية والأمامية هيدوك أداء خرافي. أما لو هنتكلم على البطارية في الموبايل ده، فهي 4610 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع 90 واط، تدعم الشحن اللاسلكي 50 واط، فيها شحن لاسلكي عكسي، يعني تقدر تشحن منها موبايل تاني وايرلس بقدرة 10 واط. الموبايل عندي هنا تقدر تشحنه بشاحن من 0 ل 100% 31 دقيقة بس، وتقدر تشحنه وايرلس من 0 ل 100% في 46 دقيقة بس. الموبايل عندي نازل هنا بأكتر من إصدار، عندي فيه 256 مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، وفي 256 مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، وفي 512 مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام، وفي 1 تيرا بايت مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام. ونوع مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4، ودي أحدث حاجة موجودة حاليا. أما الرامات من نوع LPDDR5X، ودي أحدث حاجة برضو موجودة. الموبايل عندي هنا للأسف مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. الموبايل طبعا بيدعم شبكات الـ 5G. الموبايل فيه سماعات ستيريو، الموبايل فيه NFC، الموبايل فيه IR، تقدر تشغل الموبايل كرمود لأي جهاز كهربائي. عندي فيه بصمة تحت الشاشة، عندي فيه فيس انلوك. الموبايل للأسف مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. البلوتوث عندي أحدث إصدار 5.4. معظم المستشعرات موجودة في الموبايل ده. طب الموبايل ده لو حبيت تشتري الموبايل هتلاقي ايه في العلبة؟ هتلاقي الموبايل والشاحن اللي هو 90 واط، كابل اليو اس بي من نوع تايب سي، والجراب للحماية، ودبوس لإخراج الشرايح. سعر الموبايل ده للنسخة اللي هي 256 مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام $550. أما النسخة التانية اللي هي مساحة تخزين 256 مع 12 جيجا رام، فهي عاملة $590 أو ما يقابله في عملة بلدك. أما للنسخة التالتة اللي هي 512 مع 16 جيجا رام، فهي عاملة $625 أو ما يقابله في عملة بلدك. أما النسخة الأخيرة اللي هي الواحد تيرا و16 جيجا رام، فهنا هتلاقيها بسعر $740 أو ما يقابله في عملة بلدك. كده احنا قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، أدق التفاصيل. هنبتدي بقى نجمع لكم كل المميزات اللي في الموبايل ونقولها، وكل العيوب ونقولها. ولو حبيت تشتري الموبايل ده فشراء الموبايل ده قرار. مميزات الموبايل ده ايه؟ عندي هتلاقي شاشة خرافية، شاشة ممتازة. عندي هتلاقي معالج قوي جدا، يعتبر أقوى معالج موجود حاليا. عندي كاميرات ممتازة، عندي شحن سريع 90 واط وشحن لاسلكي. عندي هتلاقي الموبايل مقاوم المية والغبار، هتلاقي فيه سماعات ستيريو، هتلاقي فيه NFC. الموبايل ده للأسف ما بيعجبوش غير حاجتين، والحاجتين دول نوعا ما
نقدر نتعامل معاه. اول حاجه ان هو ما فيهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، وتاني حاجه ان هو ما فيهوش مكان لتركيب كارت ميموري، ودي هتبقى سهله لان انا عندي المساحه كبيره، فهنتغاضى عن الموضوع ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد، ما تنسوناش من اللايك الجميل، والسلام عليكم.